السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم على الكوردر سريل ده اللي أنا اشتريته ماركت كراون. هنعمل زي ريفيو عليه، وفي نفس الوقت من خلال الريفيو ده هنبص على بعض المواصفات اللي نبص عليها واحنا بنشتري واحد. طبعا الحاجات دي أنا فهمتها وأنا بعمل ريسيرش عشان أشتري، مش شرط تكون كل المعلومات اللي هقولها صح، ومش شرط تكون معلومات كاملة عشان برضو كل واحد يعمل الريسيرش بتاعه قبل ما يشتري. هو بيجي بالشكل ده، بيجي الدريل اهو مع بطاريتين ومعاه الشاحن بتاعه ومعاه الجزء دوت، ممكن يتحط هنا كده بحيث انك لو عايز تعلقه مثلا في البنطلون او كده. هنبص على مواصفاته الاول. هو هنا التورك سيتنجز 18، وهنقول يعني ايه التورك سيتنجز. في هنا الزرار بتاع الهاي واللو بتاع السرعه. السرعه افتكر اللو 350، الهاي 1400 اعتقد، ده النو لود يعني من غير تحميل. زرار هنا بتاع اتجاه الدوران من الناحيه دي ومن الناحيه دي، وفي النص كده يخلي يقفل الزرار. البطاريه فيها هنا انديكيتور للشحن بتاعها فاضل فيها قد ايه، والظرف بتاعه 10 مللي. هو شغال معايا كويس قوي، بقاله معايا حوالي 3 شهور ما قابلتش فيه مشكلة الصراحة. ده 14.4 فولت، انا كنت بدور على 18 ما لقيتوش فجبت ال 14 فولت. ما فيش مشكلة في كل الاستخدامات، تخريم في الخشب في الحديد ما فيش مشكلة الحمد لله، فانصح بيه. انا اشتريته من الرويعي بسعر 900 جنيه. نيجي دلوقتي بقى نتكلم عن المواصفات اللي احنا بنبص عليها واحنا بنشتري. اول حاجه هنتكلم على الفولت بتاع البطاريه. هتلاقي رينج كبير قوي، اعتقد يعني ان هو من 3.7 من 10 فولت فيما فوق بقى، 10 و10 و3 من 10 افتكر، 14 4 من 10، 18، واعتقد في حاجه و20. دي اول حاجه. تاني حاجه نوع البطاريه، البطاريه الليثيوم ايون ده الجيل الجديد، في الجيل اللي قبل كده كان النيكل كادميوم، فدي حاجة مهمة أوي الناس تبص عليها. ايه الفروقات بينهم؟ معرفش أوي، بس اعتقد الليثيوم اين بيدي باور اكتر ومدة شحن اقل وبيحافظ على الموتور اكتر. هنلاقي كتير ناس بتعمل اعلانات عن حاجات بيهيأ لنا ان سعرها رخيص أوي، بس لو بصينا على البطارية هنلاقيها نيكل كادميوم، فما نتخدعش في الموضوع دوت، ونفهم ان ساعات بيبقى فيه حاجات لوت جاي من بره مثلا، هم بره بطلوا يستخدموا النيكل كادميوم فبينزلوه بسعر رخيص، فالناس تبقى واخده بالها من النقطه دي. اتكلمنا عن البطاريه. ساعه البطاريه بتقاس بالامبير اور، ده 1.5 امبير اور، يعتبر قليل شويه بس هو بيعوض الجزء ده ان فيه بطاريتين. بالنسبه لاستخدام كهوايه يعني مش هيقابل اي مشكله، بيقعد معايا كتير لغايه ما احتاج اشحنه، واول ما البطاريه تخلص بشيل دي واحط التانيه واشحنها ومفيش مشاكل. البطاريه دي بتتشحن في ساعه، ده حاجه تانيه نبص عليها. في حاجات بتبقى اقل من كده طبعا، نص ساعه تلت ساعه، كل حاجه وسعرها يعني. اتكلمنا عن السرعه. نتكلم بقى على التورك سيتنج. التورك سيتنج ده معناه ايه؟ هنا 18 تورك سيتنج، ممكن نلاقي اكتر ممكن نلاقي اقل. معناها ايه؟ معناها ان عند عزم معين او تورك معين هو بيفصل الموتور عن التشاك او الظرف. ده استخداماته ايه؟ باستخداماته مثلا لو انا بدرايف مثلا مسمار في خشب مثلا، لو انا التورك عالي قوي سايبه على اعلى تورك، ممكن المسمار يخش جامد قوي في الخشب لدرجه ان هو يقسمه نصين، وده طبعا مش مطلوب. فبالتالي بظبط انا التورك ان هو عند عزم معين لما يلاقي مقاومه معينه من المسمار يفصل الموتور عن التشاك. ده مثلا هنشوفه بالشكل ده. خلينا الاول نعمل الظرف. الظرف قفل على الاخر اهو. دلوقتي لو انا مسكت الظرف كده كده انا بسيميوليت مقاومه يعني، هتلاقي اهو بص عند واحد عند مقاومه قليله قوي خلاص فصل، هتلاقي الظرف خلاص ما عادش بيلف من قدام. جميل. كل ما نزود طبعا كل ما هيحتاج مقاومه اعلى علشان يعمل موضوع الفصل ده. هنا مثلا على 10، لو جبته على 18 مثلا اهو هتلاقي ان انا بصعوبه قوي ان انا بخليه يفصل. لو جبته بقى على الجزء اللي هو ده اللي هو بتاع التخريم ده، خلاص بيبقى دايركت كونكشن ما بين الموتور والتشاك، مفيش بقى جزء ان هو يفصله عند عزم، هو بياخد اقصى عزم. فهتلاقي ان انا خلاص انا مهما لف انا مش قادر اوقفه. فده الجزء بتاع التورك سيتنج.
كل واحد واستخدامه طبعا. الحاجة التانية الكباستي بتاعت الظرف او السعة بتاعته، ده 10 مللي. 10 مللي معناها ان هو لما الظرف يفتح على الاخر، لما افتح الظرف على الاخر بالشكل دوت، هو ياخد يقدر ياخد بونطة لغاية 10 مللي. طب ده هل معناه ان البونطة نفسها لازم تكون 10 مللي؟ لا مش شرط، انا ممكن استخدم حاجة زي كده اللي هي السبيد بيت دي، او اللي بيقول عليها بونطة معلقة، ده 3/4 بوصة يعني حوالي 19 مللي. المهم ان الجزء اللي هيخش في الظرف ما يزيدش عن 10 مللي، هي دي اقصى سعة. لكن من فوق ده بيتحدد بحاجة تانية. ايه الحاجة التانية دي؟ في المواصفات بتاعة الدريل نفسه بيقول لك ان في حاجة اسمها الماكسيمم دريلينج دايمتر، يعني اقصى قطر هو يقدر يخرمه. ده بيتقسم مثلا يقول لك الماكسيمم دريلينج دايمتر في الوود مثلا كذا، بالنسبة لده في الوود 28 مللي، معناها ان الجزء ده اللي فوق ده ما يزيدش عن 28 مللي. في الحديد 10 مللي. في حاجات تانية بيقول لك في الخرسانة مثلا ما يزيدش عن كذا، هنا مش قايلين الخرسانة كده. فدي حاجة ناخد بالنا منها برضو، ان انا لو عايز مثلا احفر حاجات كبيرة مثلا فتحات كبيرة في خشب، ابقى واخد بالي ايه هو الماكسيمم دريلنج دايمتر. ساعات كمان يقول لك في الوود سوفت وود كذا والهارد وود كذا. نقطة مهمة بقى، ان الرقم اللي هو بيقوله لك ده 28 مللي، ده هو لو سوليد بيت، يعني لو بيت مصمطة زي دي كده. لكن في مثلا الكور بيت او اللي هي البونطة الكوباية دي، بتبقى بونطة ومن النص مفرغة، فدي ما ينطبقش عليها 28 مللي. ممكن تحفر ب 7 سم، ما فيش مشكلة، لان هو ال 28 مللي اللي هو الجزء اللي فيه كونتاكت او احتكاك ما بين البونطة والخشب، هناك هي مفرغة في النص، فمش شرط تتقيد بال 28 مللي. تبقى كام بالظبط؟ دي بقى بالتجربة معرفش يعني. الحاجة التانية العزم، بيقول لك مثلا العزم كام نيوتن متر مثلا. فدي يعني لما بنقارن بتشوف انهي واحد عزمه اكتر، 30 ده 30 نيوتن متر مثلا. فدي برضو نقطة نبص عليها. اعتقد احنا كده غطينا معظم المواصفات اللي بنحتاج نبص عليها. زي ما قلت، مش شرط تكون ده كل حاجة، ومش شرط تكون المعلومات كلها صح. فلو حد برضو عنده تصحيح لمعلومة اتقالت غلط يا ريت يقول لنا. بصفة عامة انا انصح بالدريل ده. لو حد شايف، انا كنت عملت ريفيو قبل كده على دريل تاني وحصل فيه مشكلة معايا، فالحمد لله ده بقاله معايا حوالي 3 شهور ما قابلتش مشاكل. هنا في انديكيتور بتاع البطارية بس. واتمنى الناس تكون استفادت، وشكرا لمشاهدتكم. سلام عليكم.